احنا قانون، بس على فكره تطبيقه صعب، تطبيقه صعب، خاصه البيانات الالكترونيه اوكي الصادره عن الحاسوب، تسجيلات الهاتف جيد ممكن بطريقه ما عن طريق الخبره يعني اعرف انه هذا الشخص هو ولا مش هو، مراسلات الاجهزه التلكس والفاكس ميلي اللي احنا حكينا لانه في النهايه في ورق رسمي، لكن هون بيانات عن طريق الحاسوب نرجع للمشكله الاولانيه انه هون راح نواجه صعوبه، حتى لو الماده هذه حكت انه بدنا نعترف راح نرجع للمحكمه راح ترجع تحكي طيب هل يوجد عندي انا معترف بالتوقيع الالكتروني او مش معترف فيه، نرجع للمشكله الاصليه. فهذه حسب رايي طبعا لقيتها، انا بعطيكم رايي القانوني، كانت المحكمه في المستقبل شو راح تقرر ما بعرف، لكن الراي القانوني المبني على القرارات اللي صادره في المحاكم دول اخرى، من لبنان حكينا عنه وفرنسا وكمان قضايا في امريكا. جيد، اذا ما كان في هناك تنظيم للتوقيع الالكتروني بيبقى صعب، صعب جدا انه اثبتها. فهون في مشكله في هذه الماده، حتى ولو انه اعترفت بالوسائط الالكترونيه عن طريق الحاسوب. جيد، حكينا ما يمكن عمله. طيب في ظل هذه الاشكاليات بيكون عندنا مسالتين، المساله الاولى اما ان نعدل من القانون القائم بالنسبه للاثبات عشان نعترف بالاثبات في الوسائل عبر الحاسوب، او نقوم بصن قانون خاص، لكن هذا لا يكفي، يجب علينا ان نعترف بالتوقيع الالكتروني وان ننظمه وان نطبقه. يعني اجى قانون وقد القانون المعاملات الالكترونيه اللي فيه بشكل هيئه الهيئه تشكلت، لكن لم يتم تطبيق القانون بمعنى اخر، لما يتم وضع وتنفيذه وضع وبالتالي تنظيم التوقيع الالكتروني يصير فيه يصير موثوق وكل واحد له هويته الخاصه عبر اليه معينه، هي اليه تقنيه جيد وتعطى للمواطن حتى انه يستخدمها، لحد ما حد هذه المرحله، اذا ما وصلت لهذه المرحله بكون في عندي اشكاليه، حتى لو كان في قانون بكون في اشكاليه، لانه بنرجع انه يجب ان يكون منظم مزبوط، لكن ايضا يجب ان يكون موثوق، وبالتالي العمليه متكامله، ليست فقط العمليه ضحى القانون لكن يجب ان تخرج لارض الواقع. هذه مساله ايضا مهمه. جيد، على فكره الاثبات الاثبات زي ما حكينا يعني قد يرد في قانون واحد قد يرد في عده قوانين، والإثبات أيضا تم تناوله من خلال مشروع القانون المعاملات، وراح نحكي عنه بعد ما نصل لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية. جيد، على أساس أنه تم الاعتراف به، ويمكن القول أن أفضل الممارسات بهذا الخصوص منظمة من خلال عدة دول أو عدة منظمات، آسف، أفضل الممارسات بهذا الخصوص أكيد طلعتوا عليه يوم صدتوا مشروع القانون المتعلق ب على فكرة اليو إن سترال، ماشي الحال، يو إن سترال وضعت وموجود بالعربي على فكرة إذا تدخلوا عليه، لأنه اليو إن يعني بتعترف بخمس لغات بشكل رسمي من بينها اللغة العربية معتمدة بشكل رسمي، وبالتالي موجود على الويب سايت تبعهم. أنا بقرأها بالإنجليزي يعني بقرأهم، بس شفت كم يعني بمعنى آخر شفت قديش دقيق اليونسترال، بمعنى آخر إنه موجود صفحتين تقريبا على بس الإثبات في المعاملات، هذا حتى له علاقة مش بشكل عام، له علاقة بالمعاملات الإلكترونية.
يعني معنى آخر دقيق جدا عملية اعتراف بالإثبات عبر الوسائل الإلكترونية. حتى الإسكو يعني بعثت لنا إليك قالت لنا إنه لازم نقيد القانون الأسترالي بعض الأحكام، إحنا بعدنا من الاستشارة. هو شو كتب شو يعني أحد النصائح هذا ما قال لأنه بهمهم يعني بهمهم في ظل بسموه هو عمل زي تقارب بين القوانين. بدعوا قوانين موحدة حتى يكون الدول تقريبا تطبق قوانين متشابهة. يعني هو بتضع بعض القواعد وبعض كمان النصائح والاقتراحات بخصوص عملية التوثيق الاثنتيكيشن أو الموثوقية إذا ترجمت أصح، وحتى إنه نتغلب على السكيورتي ديفيكولتيز، على الصعوبات اللي علاقة بالأمان، يعني بالسكيورتي بأمان الشبكة نفسها. وهذا راح تكون تحت السكشن المتعلق بالإي كوميرس. هذا حكينا عنه، هل تستطيع المحاكم الاعتماد على الرسالة الإلكترونية؟ شرحناه بشكل جيد. ماشي الحال، حكينا لا تستطيع في ظل غياب من بالضبط، في ظل غياب قانون بالضبط. ريفرنسز توقيع رقمي للدكتور جي نجار، سامي النجار، الأسبوع القادم. طيب، في أسئلة حالياً؟ سميه Electronic Evidence Act. جيد. وهون في معطي تعريفات، شو مقصود بالداتا، شو مقصود بالإلكترونيك ريكورد اللي حكينا عنه. هون طبعا تعريف واسع، يعني حلو تعريف تبعهم. مين الالكترونيك ريكورد؟ means data that is recorded or stored on any medium in or by a computer system or other similar device. باختصار يعني اي شيء موجود على وسيط الكتروني. وسيط الكتروني اعتبروه انه الكترونيك ريكورد. دكتور عفوا، هذا قانون اي بلد؟ قانون كندا. قانون اكيد قانون الكندي، وهذا قانون خاص، يعني قانون خاص في كندا. بس شوفوا اهم شيء شو حاط في القانون. حاط في القانون اول شيء ان كنت منظم ومعترف بالتوقيع الالكتروني، هو اعترف بالتوقيع الالكتروني. والمساله الثانيه اللي ركز عليها هو ان يكون الاثنتيكيشن، ان يكون الموثوق بمعنى اخر معترف بالوسيله اللي بيتم فيها المراسله. جيد. هون حكى عن الليجال بروسيدنجز، الاجراءات. خلينا نشوف. أهم شيء نعرف الاعتراف، بالوسائل الإلكترونية على أساس إنه أدلة ممكن استخدامها في المحكمة، لكن ربطها مع الأثنتيكيشن، ربطها بعملية إيش؟ إن يكون المعلومات موثوقة. وهون هذا هاي بحكي إنه يجب على المحكمة إنه تأخذ في أي تعليمات، في أي وثائق أدلة رقمية. شوفوا هون ألقى عبء الإثبات على الشخص اللي بده يستخدم الأدلة الإلكترونية. جيد. هون عبء الإثبات ألقاه على الشخص اللي بيقدم دليل إنه يثبت إنه هذا الدليل هو أوثنتيك، إنه هو موثوق فيه.
هذه مسألة كثير مهمة، مسألة كثير مهمة شبيهة بالقرار المحكمة المحكمة في فرنسا. شو حك يوم حكينا عن فرنسا بالنسبة للتسجيل، بالنسبة للفيديو، فيديو إنه إذا كان مش موثوق، إيش معنى انتجريتي؟ انتجريتي ال لا انتجريتي نعم هو اعتمادية بس أكثر لا يبدي إنه إشي موثوق فيه، لا إنه إشي انتجريتي شو ليش نسيت الله تكامل تكاملية، هي أقرب شيء تكاملية، تكاملية يعني بمعنى آخر ما فيش فيه مشاكل، فيش فيه يعني فيش فيه ثقة في هذا السيستم. نفس الشيء يوم حكينا عن فرنسا، مش حكينا إنه محكمة التمييز الفرنسية شو حكت عن الفيديو؟ حكت الفيديو إذا ما كان فيه تكاملية ما بقدر أنا أعتمده داخل المحكمة، إذا ما كانش فيه ثقة فيه ما بقدر أعتمده في داخل المحكمة. ونفس الشيء هذا مبدأ من المبادئ الأساسية في القانون، في القانون. يعني بمعنى آخر إذا كان في عندي أنا سيرفر أو مخزن، صح؟ مخزن خادم، كان عندي خادم، وهذا الخادم أنا واضعه في دائرة حكومية، خلينا نأخذ دائرة حساسة زي على سبيل المثال سلطة النقد، جيد، ولكن مش متخذ إجراءات مناسبة بحيث إنه ممكن أي واحد يدخل ويضيف أو يقوم بمحي بعض الداتا. عشان هيك سلطة النقد في حراسة مشددة عليه، قديش حراسة على الخادم على سبيل المثال، مش هذا يغير من المعلومات إلا الأشخاص اللي إذا كان فيش حماية أنا ممكن أجي للمحكمة بحكي لهم أنا ما بقدر إنه أستخدم مثل هذه البيانات أو الأدلة من الخادم، لأنه الخادم موضوع في مكان أي شخص ممكن إنه يصل له. هذا هو الانتجريتي، هذا هو الانتجريتي تبع بنفس الوقت الانتجريتي قد تكون إنه إذا كان ما فيش مؤسسة رسمية بتشرف على عملية أخذ الصور والتقاطها، هذه الصور ملتقطة من شخص، لا شيء يمنع من أن يقوم هذا الشخص بتركيب إيمج على إيمج أو صورة على صورة ولا لا. معنى ذلك الانتجريتي تبعت الدليل فقدت، معنى ذلك المحكمة لا تستطيع أن تأخذ بهذا الدليل. نزاهة، شكرا لك. النزاهة انتجريتي هو النزاهة، اوكي، اهم شيء يكون في نزاهة هو الانتجريتي. تكاملية يعني بس هي في لغتنا احنا نزاهة، نزاهة. صراحة أنا هذا ما سمعتهاش، معلش طبعت البرينت أوت، يعني الواحد لازم يكون صريح. بعرف الطباعة بس شو المغزى وراءها. هون برجع بحكي عن الانتجريتي، الأصل إنه في هناك نزاهة ما لم يتم إثبات العكس. شوف قديش مهتمين في قضية النزاهة. ممكن تفهموها انتو ك بشكل في هيئة ممكن، بس أنا يعني بدك ترجع لنظامهم حتى تفهم شو بقصدوا فيها.
قديش مركز على قضية الانتجريتي. ماشي الحال هون بحكي انه النظام بيمشي بشكل بشكل سليم ماشي الحال، وما فيش هناك اي ضغط يعني نقاش او شك بالنسبة للانتجريتي تبعت الدليل. هون برجع بحكي عن الانتجريتي. على كل هذا كمان بعطيكم اياه حتى يكون كدليل او كاحد الامثله على موضوع يكون في هناك قانون خاص متعلق بالادله الالكترونيه. شيء ثاني اخر شيء بس برجع بحكي عنه مره ثانيه اللي طرحته بخصوص الادله في المجال الجنائي. أدلة في المجال الجنائي زي ما حكيت لكم هذا صعب جدا، بمعنى في أدلة تحكي للشرطة وللنيابة العامة في بعض الدول كيف تتصرف في ظل وجود مسرح جريمة ولكن متواجد في داخل مسرح الجريمة وسيلة إلكترونية. أول شيء ممنوع لمسه، يعني بمعنى آخر ممنوع لمسه. ثاني شيء هذا يعني هذا الشرطي ممنوع انه يلمسه لانه لازم يجيب واحد خبير وينقله للمختبر. اذا لاحظ انه اذا ظل يعني بمعنى اخر اذا كان في هناك ربط واذا كان الكمبيوتر فاتح ممنوع يطفيه، واذا كان مسكر ممنوع يفتحه. جيد. في نفس الوقت ممنوع انه هو ياخذ اي معلومه منه والا بتضيع تضيع الادله. جيد. في حالة من إذا الشك هذا الشرطي اللي وصل لمكان مسرح الجريمة أنه مربوط عبر نتوركينج يعني عبر الإنترنت على سبيل المثال أو عبر نتورك شبكة وممكن حدا من بعد أنه يغير فيه، فورا مسموح له فقط أن يزيل الباور اللي هو الكهرباء بالإضافة للسلك الشبكة عنه. ماشي الحال. ما بحكي لك شو حكي لك فورا شيل الباور الكهرباء. هذه الغايه فهمت انه في وايرلس مش شرط يكون كيبل، وايرلس ممكن نحكي فيه ريموت يعني اتصال كود لا سلك لا انا مش بجيب لك التعليمات، التعليمات واضحه لازم تعمل باور اوف. على كل هذا مش المعلومه اللي بدي اوصلها. باور اوف تعمل وايرلس ولا نتورك خلاص انه في عندك داتا لما بتعمل باور اوف مضبوط. هو الشرطي شو بيعرف انه لازم يوقف الوايرلس ما بيعرفش يوقف الوايرلس اللي بيعمل باور اوف. هيك التعليمات فورا نعمل باور اوف. شيء ثاني لانه اي خطا ولو بسيط و90% من القضايا في امريكا تضيع الادله من خطا تصرف الشرطه، لانه اصعب القضيه يوم تروح مسرح الجريمه القضيه المتعلقه بالحاسوب اصعب او الالكترونيات اصعب من الجريمه العاديه اللي بيكونش فيها موجود حاسوب. وشيء اخر بدك تاخذ معلومه بدك تعرف كيف تأخذها، لأنه بدك تأخذ بعين الاعتبار مسألة الخصوصية. إذا تعديت على الخصوصية معنى ذلك أنه ضاعت الأدلة بشكل كامل، ضاع إمكانية استخدامك لتلك الأدلة أمام المحكمة. يعني في شغلات ممكن عندنا عمدة ما أفكر فيها، لكن وأنا عمالي بقرأ وقعت تحت إيدي قد هذه القضايا. ماشي الحال. قضايا جدا جدا حساسة لسه احنا يمكن ما فكرناش فيها. جيد. لكن هذا مطبق في اوروبا، مطبق في امريكا، وبالذات في امريكا في ادلة كثير حول الاثبات في القضايا الجنائية. يعني المعمل الجنائي او المباحث الجنائيه
ليكون جاهزين على متابعة هذه القضايا. أي بحكي لك حتى في ظل تطورهم أعمالهم بيرتكبوا أخطاء، بالتالي بضيع الأدلة ولا يمكن استخدامها عبر مرة أخرى أمام المحكمة. عشان هيك عاملين لرجال الشرطة وللنيابة أدلة كاملة بخصوص الإثبات الجنائي المتعلق بالجريمة والجرائم. أوكي، في أسئلة يا جماعة؟ لسه في وقت يعني. نعم. إرادة جزئية. في أي إطار؟ في أي إطار؟ إرادة جزئية. يعني معناته بكون الإرادة جزئية، الإرادة مش قبول جزئي. مش أنا خبير قانون مدني، بس ممكن تكون إنه أنا باخذ جزء من يعني إذا كان في هناك إيجاب جيد، أنا باخذ بجزء من العرض المقدم إلي وأترك الجزء الآخر. فأنا يوم أخذت جزء معين أنا أخذت يعني إرادتي اتجهت إنه بالجزئية هذه، فممكن تسمى إرادة جزئية، بس ما حكيت لك أنا مش خبير قانون مدني. بتعرف هي أكيد تتعلق بالإجابة. يعطيكم العافية ونشوفكم على المحاضرة القادمة في 8 شهر مع الدكتور.